قصدنا مدينة اجدابيا بحثا عن العجوز الليبية لقبت بام الثوار. دخلنا المدينة وبدأ لنا ان الروح بدأت تدب فيها بعد ان مرت بظروف عصيبة اجبرت معظم سكانها على المغادرة، لكنها الان في حال افضل بكثير. وجوه الناس مستبشرة والمحال التجارية فتحت ابوابها بعد تزايد عدد العائدين اليها. توجهنا نحو منزل احدى العجائز الليبيات، لكنها ليست من نبحث عنها رغم انها لا تختلف كثيرا، فهذه ايضا قدمت الكثير للثوار. وبعد جهد يسير في البحث وصلنا لمقصدنا ووجدنا منزل الحاجة رجعة اسماعيل التي لقبت بام الثوار. النصر باذن الله. هاي تفضلوا ان شاء الله. هاي تفضلوا الغداء. عجوز ليبية لا تكل ولا تمل، فمنذ انطلاق ثورة 17 من فبراير اخذت على عاتقها طبخ الطعام وتقديمه للثوار ومساندتهم قدر ما تستطيع. اللي يجي نعطوه بغيته من التومين اللي يريده، وده في خبزة وده في حليب وده في شاهي وده في هايوة. بعدين تفض وجبة الفطور نحط وجبة الغداء. في هذا المطبخ الصغير تعد الطعام في الصباح والظهيرة والمساء، والهم الذي يشغل بالها ان يتحقق النصر في نهاية المطاف، وتشعر انها كانت احد اسبابه. ام الثوار وتحسبا لكل طارئ يتمثل في استهدافها من قبل كتائب القذافي اعدت ما تدافع به عن نفسها. شنو حاجتهم هنا بالبيت؟ هذه جلطينة وهذه رمانة، هذين ندافعوا بهن على شرفنا وعلى وطننا وعلى عيالنا وعلى في الحوش. تحمل اواني الطعام الى الثوار الذين يقصدون بيت الحاج رجعة اسماعيل في الوقت المحدد لكل وجبة. يفترشون الارض بلا تكلف ويتناولون طعاما يقولون انه يشحذ الهمم ويقوي العزيمة قبل ان يسد الجوع. والله الحاجة بارك الله فيها، نحن متعبينها وعزوز كبيرة وقائمة بمجهود يعني سبحان الله يعني يعجز الانسان على التعبير. تخرج ام الثوار على المقاتلين لتطمئن على احوالهم ولتكحل عينيها برؤيتهم كما تقول. تبلغ المشاعر ذروتها فتتعالى الهتافات، وكعادة المقاتلين فان اطلاق الرصاص في الهواء هو طريقتهم للتعبير عن الفرح، وهنا شاركتهم ام الثوار. تدفع المرأة ثمنا غاليا اثناء الحروب، فهي التي تفقد الزوج او الاخ او الولد ثم تبقى مكلومة دهرا طويلا. الا ان المرأة الليبية شقت لنفسها طريقا اخر ابت من خلاله الا ان يكون لاسمها مكان مرموق بين الاسماء. صلاح حسن، الجزيرة، اجدابيه.